تعالى هنا، تعالى هنا، هينزلوه جوه، هينزلوه جوه، تعالى 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 خد اي حد يجي بس اسمع مين ده كسويت يا انت يا ابني صلاتنا في طاقة العالم ارتفع عليك يا ربنا الذي هو
سعودي. يلا يا باشا اقفل الباب يا باشا. يلا يا باشا. بعد اذنكم ورا بس ورا ورا يا ورا العربيه يا على اليمين او الشمال ورا السور ورا السور ورا السور بعد اذنكم ورا السور ورا السور ورا السور ورا السور يا جماعه بعد اذنكم بعد اذنكم ورا السور ورا السور بعد اذنكم ورا السور ورا السور بعد اذنكم عظيمه. واللي اجمل من كده كمان انه كان من ظرفاء مصر منتصر في أسوأ الظروف في أحلك الظروف كان يستطيع أن ينتزع البسمة بجمال من أي مواطن تعبان أو بيفكر. فربنا يرحمه كان أخوي أو صاحبي وعشرة عمري وبندعو له بالرحمة والجنة إن شاء الله. يعني صاحب السعادة صاحب البهجة ربنا يرحمه وإن شاء الله نشوفكم في العزاء بكرة وبعده بإذن الله. حضرتك آخر تواصل معي؟ أنا كنت بتواصل مع السيدة عزيزة أنا والحاج وكل زملائنا مرات بتقعوا وأحيانا كنا بنكلمه الحمد لله وارتاحوا ونشكره. كان انا عارف كويس قوي ان الكل زعلان على رحيله لانه فنان كان عطاءه كبير جدا هيبقى فن وعزائي كل اسرته وكل عائلته وكل الشعب المصري والعربي. وكان ابتسامة جميلة لمصر وما زال ابتسامة جميلة وما زال معاها. شكرا شكرا فدار محدش يسمعها.